جابر قم واستقبل حرم رسول الله. هذا زين العابدين عليه السلام قد جاء بعماته وأخواته، فقام جابر يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس إلى أن دنا من زين العابدين عليه السلام، فقال الإمام: أنت جابر؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله. فقال جابر: هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساءنا وحرقت خيامنا. وفي بعض الأخبار قال الراوي: فتلاقوا في وقت واحد وأخذوا بالبكاء والنحيب واللاط وأقاموا العزاء واجتمع إليهم سهل السواد. فغرجت زينب عليه السلام في الجمع وهوت إلى جيبها فشقت ونادت بصوت حزين: اقرح الخلوب وأخاه حسينا. وحبيب رسول الله وابن مكة ومنى وابن فاطمة الزهراء وابن علي المرتضى مغشيا عليها، فاجتمعنا النساء إليها ورششنا الماء عليها حتى فاقت، وكأنها وكأني بها تنادي بلسان الحال: كأنها تنادي بلسان الحال: يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما أعلمها، ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقي ثلاث لا يزار مقامها، بالله واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في الحود رمامها؟ وكأني بقائل يقول في جوابها عليها السلام: ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجور عليه الخيل عادية، حكت له الريح ضافيه قاموا هنا ثلاثة أيام ملازمين لإقامة المآتم وإجراء الدموع والسواجل ثم بعد ذلك أمر علي بن الحسين عليه السلام بشد الرحال فشدوها، فصاحت سكينة بالنساء لتوديع قبر أبيها: سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون.
ينقلبون والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآله.